استكملت عياداته البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين، حيث تعمل العيادات على تقديم الخدمات العلاجية والوقائية للحجاج على مدار الساعة بالمجان، ويصل عددها إلى 16 عيادة بمكة المكرمة وثماني عيادات بالمدينة المنورة. في أجواء روحانية تغمرها السعادة والفرحة بأداء الفريضة حج البيت، استقبلت البعثات النوعية المصرية ومنها البعثة الطبية ضيوف الرحمن بأماكن إقامتهم بمكة المكرمة والتي يتواجد بها العيادات الطبية، وذلك لتقديم الإرشادات التوعوية والوقائية لهم خلال أدائهم الفريضة. بنطلع الأوتوبيسات وبنوصل لهم الرسائل بتاعتنا، نقول ازاي يحافظ على نفسه في ان شاء الله عشان يقدر يقضي حج سليم، صحة سليمة، التغذية السليمة، ازاي يقدر يوصل للعيادات الطبية بتاعتنا، وبنوجهه طبعا لأماكن العيادات الطبية بتاعتنا داخل الفنادق وفي المرات الفنادق اللي هو بيسكن فيها والفنادق اللي حواليها، وإذا احتاج ان هو يعمل مساحات للكورونا طبعا بنوجهه لأقرب مكان ليه، وبنقول له برضه بالنسبة للخدمات اللي بنقدمها له. البعثة الطبية أخبارها 10 على 10 وقالت كل حاجة عندكم مجانا واللي انتوا عايزينه كله احنا تحت امركم فيه. شفتش احسن من كده، النبادي في المدينه احسن استقبال وهنا في مكه احسن استقبال. استقبال انا نفسي فرحانه بيه قوي والجال موجوده كلها وربنا يبارك لكم كلكم. بعثه الطبيه الدكتور طلع ادانا ارشادات وحاجات وما شاء الله، يعني ما شاء الله، شكرا شكرا جدا. كل حاجه حلوه حوالينا والله، موفر لنا كل حاجه، شكرين قوي. اشراف طبي متكامل كل شويه بيلفوا على الحجيج بيشوفوا اخبارهم ايه وطلباتهم. قالت لنا ندوه في المدينه وقالوا اللي يعوز حاجه احنا موجودين. كويسه جدا. احلى حاجه اتمنيتها من الدنيا هي ديت، والمقابله عسل وكلكم عسل ورحله عسل. رحله سعيده علينا كلين. ومع وصول ضيوف الرحمن لمكه المكرمه انتهت البعثه الطبيه المصريه من تجهيز عياداتها الطبيه بالفنادق المتواجد بها الحجاج المصريين كافه، والمجهزة بالأطقم الطبية المؤهلة، إضافة إلى توفير مخزون استراتيجي من الأدوية الملحة والضرورية، إضافة إلى فرق الطوارئ لاستقبال الحالات الطارئة وتوزيعها بالمستشفيات بالتنسيق مع السلطات السعودية. لسه هذه موفرين أكثر من 7 طن أدوية في جميع التخصصات، بطنة، جهاز هضم، قلب، صدر، رئة، كلى، كل الحاجات الحمد لله نقدر نقول احنا موفرين أدوية بنسبة كبيرة، بحيث ان حتى المصري لما يجي هنا ما يحسش بفرق ما بينه وبين الادويه اللي موجوده. في نظام سيستم معمول لتسجيل الحالات عليه ومتابعتها اول باول ومتابعه ارصده الصيدليات ورصده الاصناف، بحيث لو في حصل مثلا نقص لاي صنف. فنادق العيادات دي تم تجهيزها تجهيز نمطي لعياده متكامله وفيها كل المستلزمات اللي تحتاجها اللي يحتاجها الاطباء والتمريض ومدخلين البيانات للكشف وتقديم خدمه طبيه لائقه. اجراءات طبيه ووقائيه تعمل على توفير البعثات الطبية المصرية لضيوف الرحمن على مدار الساعة. رفع درجة الاستعداد القصوى هنا بالبعثة الطبية المصرية لترسيخ الإمكانيات كافة للحجيج لتوفير الأجواء الروحانية لهم لأداء الرحلة المقدسة في طمأنينة ويسر. محمد حلمي، التلفزيون المصري.